نشرح شابتر 25 بحكي الكتريك بوتنشال عن الكتريكال بوتنشال انرجي، يعني بحكي انه الجهد والطاقة الكهربائية. هسا الكتريك بوتنشال انرجي بنرمز لها بالرمز W اللي هي الوات، او هي نفسها دلتا U للتغير في ضغط الوات. الكتريك بوتنشال هي نفسها فرق الجهد. تمام، هسا تعريف الورك يساوي هو نقل نقطة. طبعا الورك لأنه جهد بنثر على شيء فبنعطيه إشارة ماينس لأنه بيشيل من الطاقة، فراح يكون تكامل من نقطة A ل B لفورس اللي بنأثرها على الجسم بحيث تقطع مسافة مقدارها دي اس. طبعا مش هذا اللي راح نشتغل عنه احنا، في حيث انه التكامل بشكل عام راح يكون بعد التكامل كل شيء راح يكون الورك يساوي فورس دوت اس مع الإشارة السالبة. هاي هيك تعريف أو قانون الورك، وحكينا هو نفسه يمثل دلتا يو تغير في طاقة الورك. هسا بالنسبة لفرق الجهد راح يكون دلتا في يساوي اللي هو الورك عكيو، يعني شو الجهد اللي بنبذله منشان نحرك كيو مسافة معينة، أو شو الطاقة اللي راح نحطها في الشحنة بحيث إنه نحركها مسافة اس اللي هو شو تساوي. طبعا هسا هي الورك يساوي الفورس بتاعت الإلكتريك، بما إنها إلكتريك الدنيا حتكون كيو في الإلكتريك فيلد دوت اس إشارة ماينس. لما نعوض بالقانون هنا بما إنه مقسوم على كيو، فكيو مع كيو راح تروح راح يضل معنا ماينس اي دوت اس. طبعا هذا التشابتر اغلبه راح يكون قوانين، راح يكون استخدام قوانين بشكل بحت، يعني ما راح يكون فيه اي غلط بالموضوع بحيث تطبيق على الاسئله وهي. تمام، هيك بشكل عام القوانين. بس هيك كمان تكمله للقوانين، بحيث كان عندنا الدلتا في فور ابون تشارج، هيك بشكل انه كان معنا الالكتريك فيلد وكان معنا المسافه اللي قطعها، بحيث كان معطينا الشحنه الالكتريك تشارج والمسافه اللي قطعها. راح نعوض بالقانون الالكتريك فيلد اللي هو القانون الاساسي اللي اخذناه للبوينت تشارج اللي هو كيف كيو على ار تربيع، او الار خليها هي هون اس لانه استخدمنا احنا الاس كتعبير عن المسافه، راح يكون دوت اس. فاسمع اس بتروح مع الاشاره الماينس، بس الماينس بالنسبه للفول للدلتا في راح تكون تابعه للشحنه، في حيث كانت الشحنه ماينس راح تكون الجهد ماينس، كان الجهد كانت الشحنة موجبة راح يكون الجهد موجب. فبنشيل إشارة ماينس راح يصفي معنا كمان قانون للفولتج الجهد يساوي ك كيو على اس. طبعا في نهاية الشابتر راح نحكي بحيث لما تكون الكيو تعبر عن كونتينيوس ديستريبيوشن اوف تشارج، يعني انه تشارج موزع على طول، كيف راح نتعامل معها لوقتها بكون تمام الوضع. هنبلش نعطيكم أسئلة. قبل الأسئلة راح نحكي عن موضوع أو راح نحكي عن الكونزير أوف إنرجي، يعني ان الطاقه محفوظه باي شكل من الاشكال، وين ما تنتقل وين ما تروح، المهم انه قررت حفظ الطاقه. فراح يكون في عندنا الطاقه الانيشال تساوي الطاقه فاينل، والطاقه بتعبر عنها المعبر عنها بطاقه الوضع يو، وبالطاقه الحركيه ك. ك اللي هي الطاقه الحركيه بنعبر عنها بنص بالقانون، نص الماس في الفيلوسيتي تربيع، واليو بما انها كهربائية راح تكون هي نفسها كيو في دي، بحيث انه كان الورك احنا معنا موجود معنا يساوي فورس دوت اس، ومنها يساوي كيو في اي ماينس 1 دوت اس، ومنه بما انه هاي هي الفولتج مع الإشارة السالبة راح يكون كيو في V هي الورك،
هي نفسها تساوي طاقة الوضع. رح نعطيك السؤال عليهم بالترتيب، رح نبلش بالطاقة. تعالي نعطيكم مثال فيه لحفظ الطاقة كيف ممكن. بيحكي مثال انه كان في عنا بروتون بيتحرك من صفيحة لصفيحة مقابل لها، الصفيحة الأولى موجبة والصفيحة الثانية سالبة، وفرق الجهد بيناتهم يساوي 50 فولت. البروتون موجود هنا 500 في موجب، راح يتحرك مع اتجاه خطوط المزار الكهربائي بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه. طبعا راح يكون متحرك حسب ما حكينا بالسؤال، حكينا ان البروتون كان في البداية سرعته زيرو، يعني تحرك من السكون، بده السرعة فاينل دي فاينل بس يوصل للصفيحة الثانية، بس يوصل للنيجاتيف شيت، ومعطينا معلومة انه دلتا دي يساوي 50 فولت. طبعا راح يكون معطيك بالثوابت اللي هي الماس اوف البروتون وكيف حطبق عليها. اول شيء بنشوف القانون مكتوبة، لان بانك زادت انرجي في سرعه وفي طاقه، راح يكون عندنا الطاقه الانيشال تساوي الطاقه الفاينل. الطاقه الانيشال في كاينت انرجي انيشال زائد طاقه وضع انيشال تساوي كاينت فاينل زائد طاقه وضع فاينل. طبعا انيشال كسرعه لها لانها كانت زيرو فحتكون هاي صفر. طاقة وضع انيشال حتكون اللي هي كيو اللي نفسها شحنة البروتون مضروبة بفرق الجهد انيشال، يعني الجهد الموجود على الصفيحة الأولى يساوي كاينتك فاينل حتكون نص الماس للبروتون مضروبة في الفيلوسيتي فاينل للبروتون مربعة زائد طاقة الوضع فاينل يساوي كيو في في فاينل اللي هي في اللي هنا هي الجهد عند الصفيحة الثانية. تتابع تطبيق القانون، راح يكون في عنا بعد ما نقول هاي لهون راح يكون في عنا كيو في في انيشال ماينس في فاينل يساوي نص ماس بروتون في الفيلوسيتي فاينل الى تربيع. هسا احنا عنا تعريف الدلتا دي اللي هو فرق الجهد بين الصفيحتين يساوي في فاينل ماينس في انيشال، معناته لما نيجي نطبق بالقانون هنا عندنا كيو اللي هي شحنة البروتون مضروبة في فرق الجهد، بما انه في انيشال في انيشال ناقص في فاينل فراح تكون 50 ماينس 50 حسب التعريف اللي معناه هنا المعكوسات يساوي نص ام ماس بروتون في في فاينل تربيع. طبعا هي نوع الشحنة حسب ما اعطانا اياها هي 50، ف في فاينل حتكون اللي هي سالب ناقص ناقص موجب فحتكون سالبة، موجب مش مشكلة بس عشان القانون هنا بدون سالب حتكون، يعني هون نعوض فرق الجهد دغري، هاي نعبر عنها بدلتا دي ونعوضه طوالي. اخر شيء بعطينا الفي فاينل تربيع يساوي نضرب باثنين، اثنين كيو بروتون نضربه في 50 على ماس البروتون، وشرط التربيع بتروح بصير في عنا الفي فاينل زي ما هو معطيك هون، بس هذا مش قانون تقدر تعتمده، هاي هون بتطبق قانون حفظ الطاقة وبتكمل عليه.
صديقي على خطوته. في عندنا كي 1 موجودة عند واي يساوي 6 6 متر، والكي 1 عندنا 1 تساوي 2-4 مايكرو كولوم. وعندنا شحنة ثانية موجودة بالوجهة اللي هي كي 2 تساوي 8 مايكرو كولوم. عندنا البوينت بي إذا بدنا نحط الجهد عندها اللي بتبعد موجود عند الإكس يساوي 8 اللي بتبعد 8 متر. أول مطلوب بحكي لنا كالكوليت ذا نت إلكتريك فيلد آت فيلد، بدها الإلكتريك فيلد آت بوينت فيلد. ثاني شيء بده وات إز ذا إلكتريك بوتنشال آت بوينت فيلد. ثاني شيء حكى بده فرق الجهد عند النقطة دي. ثالث اشي بده الورك ات بوينت في او اللي هو نفسه غير في طاقة الجهد دي، بحيث هنا حيث كان اكبر زدنا شحنة رقم 3 جارج 3 مقدار 12 مايكرو كولوم حطيناها عند البوينت في 6 بوينت بي. هسا الالكتريك فيلد زي ما حكينا بشطر 23 نقدر نطلعه بحيث انه نحط شحنه اختبار هون وندرس تاثير الشحن الشحنات الباقيه عليها، بحيث انه هون في عندنا شحنه سالبه راح تكون اتجاه الشحنه او اتجاه المجال الكهربائي الاول هذا الاتجاه، هون عندنا شحنة موجبة فراح يكون الاتجاه الثاني إلكتريك فيلد 2 باتجاه البوزيتيف إكس أكسس. تمام، هون نقدر نطول إلكتريك فيلد حسب جوكر 23. هسا نعتبر إنه هاي محلولة بتقدروا تحلوها. هسا هون في عندنا الفولتج أو فرق الجهد عند النقطة دي. هون راح نستخدم القانون إنه يكون فرق الجهد يساوي كي كيو على ار. ار اللي هي البعد بين النقطة وبين الشحنة، والكيو هي الشحنة اللي بتأثر على النقطة هاي بالجهد. فراح نطول أول إشي نطلع الجهد الناتج عن الشحنة الأولى. راح يكون في عندنا الثابت كي مضروب في الشحنة الأولى واللي هي مقدارها ناقص 4 كولوم ناقص 4 مايكرو كولوم اللي هي 10.6 على المسافة بينها وبين النقطة. حسب قانون فيثاغورس راح تطلع المسافة هاي اللي هي 10 متر، راح يكون مقسوم على 10. هسا هاي الفولتج من الشحنة الأولى، من الشحنة الثانية راح يكون ك مضروبة في الشحنة هاي اللي حتكون موجبة في 10.6 على المسافة بينها وبين النقطة اللي هي 8 متر. هسا هون فرق الجهد أو الجهد الموجود عند النقطة دي راح يكون مجموعهم اللي هي P1 بالشكل الأولى زائد P2. طبعا هاي هون بما إنه الجهد، طبعا إحنا عندنا الورك اللي هو فرق الطاقة والفولتج عنا اياهم سكالر مش فيكتورز، يعني بس انه لهم قيمه بنعبر عنهم قيمه بس. فهون بما انه بس قيمه راح نعوض الاشاره. اما حكينا بالنسبه للاتجاه بنشوف هاي هيك اتجاه الكتريك فيلد بما انه فيكتور، والالكتريك فيلد هون كمان فيكتور، نعوض عن الاتجاهات وناخذ المحصل عنهم بيناتهم عن طريق جمع الفيكتورز وتحليلهم ويكون الوضع تمام بالنسبه للفيكتورز. بالنسبة لما يكون في سكيلر كمية ثابتة نحن نعوض الإشارات ونعوض القيم كاملة زي ما هي موجودة معنا، يعني هون بنعوض إشارة الكيو إشارة الشحنة.
هيك احنا بنكون طلعنا الجهد عند نقطة ب. هسا بضل في عندنا الورك عند نقطة ب. هسا الورك احنا هون بنكون طلعنا من المطلوب الأول الإلكتريك فيلد، من المطلوب الثاني طلعنا بنكون الجهد، من المطلوب الثالث حكينا في عندنا شحنة ضغط ماشي. هسا الورك شو يساوي؟ الورك يساوي كيو مضروب في ب. هذا القانون أعطينا كيو. فهسا الكيو هي الكيو اللي راح نيجي نحطها عند نقطة ب، وقديش محتاج جهد، قديش محتاج طاقة لحتى نحطها بالنقطة هاي. معطينا اياها الشحن اللي كيو 3 حتكون 12 مايكرو كولوم، حتكون 12 ب 10 قوة ناقص 6 مضروبة في الجهد عند نقطة ب اللي هو طلعناه من القانون هون، اللي هي V1 زائد V2. طبعا ما قاعد ان شاء الله. هيك بنكون خلصنا المثال هذا وخلصنا الموضوع بالنسبه لبوينت تشارج، يعني هذا الحكي هنا كله بالقوانين راح يكون بالنسبه لبوينت تشارج. يساوي اللي هو ماينس كيو في الكتريك فيلد دوت اس، ومنه كمان خلينا نكتب قانون الجهد. الجهد يساوي الورك على كيو. استنتجنا كمان ان ال في يساوي ماينس اي دوت اس. نرى النقاط بما انه سكالر هي هون دوت حتكون بينات مضروبه في سالبه. اما في كمان قانون في يساوي كي في كيو على المسافه هون بالقانون هذا مع تعويض الشحن. بس القانون هذا راح يتعامل معاه هون بشكل ثاني. قانون الفولت يساوي كي كيو على ار، حكينا لبوينت تشارج. هسه الكيو هاي اللي هون في حال كانت ديستريبيوشن او كونتينيوس ديستريبيوشن اوف تشارج راح نتعامل معها بشكل ثاني، بحيث انه القانون راح يتحول ل دي يساوي تكامل ك دي كيو على التعامل مع القانون هذا زي التعامل مع قانون الإلكتريك، بس هاي الشيء الحلو والاسهل انه التعامل مع الفولت راح يكون بدون تعامل مع الاتجاهات. راح اعطيكم امثله لكل شيء وراح نشوف كيف الامور راح تكون سهله. اكس مثلا او اي محور اسم المحور ما في مشكله.
هاي وجه منها. الثاني صورة حضور القانون يساوي B تكامل كذا DQ على R. تمام. هسا احنا في عنا DQ. كان راح ناخذ جزء من الشحنة نسميه DQ. بكون مسافة الموزع عليها DX. ثمن بكون لما تساوي الشحنة على الان منها دي كيو راح تساوي لندا مضروبه في دي اكس من القانون راح نعوض فيه يساوي ك في لندا دي اكس على المسافه اللي بيناتهم اللي حتعبر عنها بي اكس حتكون اكس موزع من دي هاي باعتبار احنا سميناها نقطه الاوريجين 0 0 وهو على الـ X axis باعتبار انها هيك الـ Y عشان هيك حطينا انه X حيكون الطول موزع من D ل D زائد L من D ل D زائد L وهيك بكون كتبنا القانون بس علينا نكمل منه V يساوي لن الـ X مضروب في K في لندا حيث انه الاكس من دي ل دي زائد ال ومنه الجهد يساوي لن الدي زائد ال ناقص لن دي كل هاي مضروبه في كام في لندا هاي اول قانون بدنا نستخدمه بالنسبه للطول زي حتى لو معنا نطور بشكل ثاني
حال كان معنا مثلا ربع دائرة radius لها R، شحن موزع هون، بدهم فرق الجهد عند النقطة B اللي هي سنتر ربع دائرة. حددنا احنا هون ما في تحديد محاور، او خلينا نحددهم انه مثلا هي X وهي هون هي الواي. بما انه ربع دائرة فراح تكون الزاوية هون هي ربع 360، حتكون واي على ربع دائرة كم؟ خليها هون ثمن دائرة اللي هي حتكون باي على 4. اي هون بعد مثلا بحكي لك انه ثمن سيركل، ثمن دائرة. تمام، عندنا الرسم هاي كان طاير هو الجهد عند النقطة B. نكتب القانون يساوي تكامل K dQ على البعد R. طبعا هاي هون البعد الثابت حيكون راح تكون R ثابتة، قسمنا على الغلط، حكينا من البعد الثابت اللي هو R، حكينا هاي K ثابتة. بصفي عندنا نعرف dQ شو هي، حكينا هاي dQ وديك يوم الساعة على دي ألف. دي ألف طبعا هي هون طول قوس، حتكون دي ألف مساوية نرسم الرسمة زي هيك. هاي اللي هون هي دي ثيتا، هاي المسافة من هون لهون من طول القوس هي دي ألف. دي ألف راح يساوي الراديوس، هاي هون مسافة من هون دي مثلا لعند النقطة هاي هي الراديوس، راح تكون هي الراديوس في دي ثيتا. تمام، بما انه الشحنة اللي هي دي كيو تساوي لمدا في دي ال، حتساوي لمدا في ار في دي ثيتا دي كيو. دي كيو تساوي لمدا ار في دي ثيتا، فراح يكون عندنا تعويض دي كيو تساوي لمدا في R في D ثيتا، ومنه راح يكون في عنا R مع R يساوي K لامدا تكامل D ثيتا 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 منه، حتكون من ثيتا 1 اللي هي عنا يا ثيتا 1 هاي هون اللي اعتبرنا هاي هيك صفر لـ باي على 4، هون حتكون صفر من باي على 4 ويساوي K لامدا باي على 4 ناقص 0. ممكن تاخذوا القانون بشكل عام، يعني هون ممكن تستخدم قوانين فيها باعتبار انه اشكال ما فيها اتجاهات ما فيها تعامل مع اتجاهات، فراح يكون فرق الجهد بالنسبه للرسم هاي ك لمدا في ثيتا 1 ناقص ثيتا 2. هيك من هون بكون انهينا تشابتر 25.